بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في سنغافورة شارع أورشيد، نصور في شقق بان باسفيك سيرف سويت. هذه تو بيدروم اكزيكتيف، غرفتين وصالة. هنا نصور الصالة تو بيدروم اكزيكتيف، طبعا صالة فيها تلفزيون. كل غرفة فيها تلفزيون خاص، يعني 3 تي في موجود. هذه الغرفة الأولى ماستر روم. هذا الباثروم، طبعا هذه من العيوب انه هذا شفاف، بس بيحطوا ستائر كرتين من الدواليب. طبعا شطافة لا يوجد. هنا طبعا في شاور، طبعا الشاور هنا مستور يعني، مش ولا ما مش ليس شفاف يعني، في ساتر فقط. شفاف هو البانيو. ننتقل إلى الغرفة الأخرى، تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. هذه الغرفة الثانية، طبعا هنا الفندق عنده شرط أقل إقامة 7 أيام، 7 ليالي. نصور الغرفة الثانية. طبعا الشقة فيها بابين، الباب اللي دخلنا منه وهذا الباب الثاني، لها بابين وهنا عازل ممكن أن يغلق، يعني ممكن تنقسم شقتين. هنا طبعا غسالات، غسالة مشافة. الحمام الثاني. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا.